فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأسبوعي ركعتين، يعني مع كل أسبوع ركعتان. وهذا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أسبوع ركعتان. أسبوع معناها لكل سبعة أشواط يصلي ركعتين ركعتان. وقال تعليقا له الآن بصيغة الجزم، وقال نافع كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، وهذا كان فتوى من عطاء. فقال السنة أفضل. شوف هنا الزهري، شوف، وعطاء أعلم الناس بالمناسك، ومع ذلك الزهري قال لا، السنة أفضل. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف سبعة أشواط إلا صلى ركعتين. قال السنة أفضل، لم يطف النبي سبوعا قط إلا صلى ركعتين. هنا في رواية سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أن يقع الرجل على امرأتي في العمرة قبل أن يطوف. طبعا حديث راه الإمام البخاري بسنده. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة، حدثنا سفيان بن عيينة من ثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمرو بن دينار من ثقات الأثبات سألنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيقع الرجل على امرأتي في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا مطابقة الترجمة للحديث أنه قال ثم صلى خلف المقام ركعتين، لأنه قال فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذه عندنا مسألتان، مسألة الطواف والصلاة للطواف، هل هي سنة هل هي واجبة؟ نعم، وإن كان العلماء يقولون هي واجبة، وإن كان سنة الطواف، لأنه النبي قال لكل أسبوع ركعتان بقوله وبفعله أنه ما طاف سبعا إلا وصلى ركعتين. وهذا قد ترجم له في ترجمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن يصلي. لا اصبر على النت حتى لو كان ضعيفا، اصبر عليه هذا أفضل لك. والسنة أن يصلي بعد فراغه من طوافه ركعتين للاتباع، لأنها كما قلنا جاءت من قول النبي وجاءت من أيضا من فعل النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان، والنبي طاف سبعة أشواط ثم ذهب فاتخذ المقام مقام إبراهيم وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلفه ركعتين. والحق أن صلاة الركعتين كما قلنا هي واجبة بالنسبة للسبعة أشواط. وجاء الخلاف بين العلماء لو طاف أكثر من ذلك أو طاف أقل من ذلك هل له أن يصلي أم لا، لكن هنا هذا ترخيم للتفخيم، يعني ترخيم للتفخيم. فلكل طواف لكل سبعة أشواط أن يصلي ركعتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن فعله ومن قوله، لكن ورد عن عمر أنه صلى ركعتين، وفي أي مكان يصلي ركعتين تصح، ومن صلىها في الحجر أيضا كما قال بعض العلماء أنها تصح أنها تصح، بل في أي مكان من مكة لو صلىها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلو صلىها على الصفا صحت، لو صلىها خلف المقام صحت وهي السنة، لو صلىها عند ماء زمزم صحت، لو صلىها في الحجر صحت، حتى لو صلىها في فندق الذي يجلس فيه فقد صحت عند بعض العلماء. وإن تعددت الأشواط السبعة، يعني سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم جمع الركعات الست فصلهن، قالت عائشة أنه يجوز، لكن الحق أنه خلاف السنة أو خلاف ما جاء عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، فكان الأفضل وكان الأحسن وكان الأسن أن تتخذ
أو تأتسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلي على كل أسبوع تصلي ركعتين. وقد قال بعضهم أنه يعني يطوف أسابيع ويصلي للأسابيع ركعتين فقط، يطوف أسابيع وللأسابيع يصلي ركعتين، وقال بها بعض الشافعية في هذا الباب. وإن كان البعض يقول يكره أن يطوف أسابيع وآخر ركوعها حتى يركعه في موضع واحد وليركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك، هذا هو المشهور من يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القاسم يصلي ركعتين فقط كسائر الأسابيع. وقيل يجوز أن يصلي أسابيع على الوتر، يعني على الثلاثة والخمسة والسبعة، ولا يجوز على الشفع، وأقول يجوز واحد وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك. وهذه أقاويل ليس منها شيء في مذهب الإمام مالك، ولو صلى فريضة أخرى أجزأت عندنا عنهما كتحية المسجد، يعني لو صلى فريضة تجزئه، هذا أيضا فيه نظر كبير. الجديد من الشافعية قال لابد أن يصلي ركعتين. المسألة خلافية، لأن البعض قال المكتوبة قد تغني عن ركعتين، وهذا حقا يعني بعيد عن السنة. السنة خصص النبي لكل سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. قد ورد عن عمر إجازة ذلك، والبخاري يعني قد بين أنه لا يكون ولا يجزئ إلا أن يصلي ركعتين. وهل لو طاف خمسة أشواط يكفيه أم لا يكفيه؟ والحق أن الدليل الظاهر عن النبي على عطاء وعلى غيره من الأئمة أن النبي كان كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين، كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين. ولذلك لما قيل لابن جريج في ذلك قال ابن جريج كان طاووس يصلي لكل أسبوع أربع ركعات، فذكر ابن جريج فقال حدثنا عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع، كان يصلي كل أسبوع ركعتين، وهذا جماهير الفقهاء يقولون بذلك. يقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، وأجمعوا أن من فعل ذلك فهو متبع للسنة. ورخصت طائفة أن يجمع بين الأسابيع بركعاتها كما قالت عائشة، وهذا خلاف السنة. السنة كل أسبوع له ركعتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما بالنسبة لمسألة الطواف بأنه قال يأتي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة، الحق أن ابن عباس يرى بأن العمرة طواف فقط. قال العمرة بالبيت، وأتم الحج والعمرة لله، فالعمرة قال العمرة بالبيت، والمعنى أنه إذا طاف بالبيت يكون قد أتم العمرة. رضي الله عنك، زادك الله أدبا، ما بقى شيء. أنه طاف بالبيت وصلى ركعتين، عند ابن عباس أنه بذلك يكون قد أتم العمرة، عند ابن عباس أنه يكون بذلك قد أتم العمرة. والصحيح أن العمرة كما قال ابن عمر أن يطوف بالبيت سبعا وأن يطوف بالصفا والمروة ويقصر، فيكون بذلك قد أتم العمر، يعني يأتي أهله بعد الطواف بالصفا والمروة والتقصير، تقصير الشعر أو حلق الشعر. هذه هي العمرة، فالعمرة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طاف بالبيت سبعا وطاف بالصفا والمروة سبعا وقصر الشعر، فكانت العمرة تامة على ذلك. منهج ابن عباس بأن العمرة هي طواف البيت فقط، فإن طاف البيت ولم يطوف بالصفا والمروة صحت عمرته ولو أتى أهله، وهذا خطأ بين لو أتى أهله في هذا الباب واجب عليه أن يتم العمرة، لو أتى أهله تكون فسدت عليه دم، عليه أن يأتي بعمرة قضية، يعني يقضي هذه العمرة لعمق الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وبهذا نكون قد انتهينا من درس البخاري، نحمد الله على ذلك، نحمد الله إليكم ونستغفر الله على التقصير ورزاكم الله خيرا. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع للعالم، رجع ابن عمر في مسائل المشكلات، فرض الصحابة في أن عند الاختلاف التمسك بالسنة المتنازع فيه الرد فيه للسنة لعموم القول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عند اختلاف الصحابة فأحدهم ليس يكون حجة على الآخر، ولكن الأقرب للدليل نأخذ به،
لو كان هناك أسئلة فتفضلوا، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأجعل وجهه خالصة، ولا يجعل أحد فيها شيئا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو كان تفضلوا، أنتظر أسئلتكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.